FCC. اوكي الامور. طلاب راح انزل لكم فد شويه بعد نهايه المختبر رابط الحضور، يمكن في دقيقتين ثلاثه من بعد ما نزلت تسجلون اسماءكم واسحبه. تمام شباب، شباب اللي على الاف سي سي. اوكي طلاب على الاف سي سي. اوكي ليش ما يقعدن البنات؟ هاي من بدها تحكي؟ طلاب على الاف سي سي. اوكي نبدي. طلاب على الاف سي سي تسمعوني؟ تمام. تمام. كل زين. طلاب الاسبوع اسمعوني شباب، طلاب اسمعوني وياي، خليكم وياي. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المختبر مالتنا اليوم، المختبر اللي فات اخذنا مقدمة على المواد اللي نستخدمها بالمختبر، الاكويبمنت التولز، وتكلمنا على الاسترلايزيشن وقلنا طرق الاسترلايزيشن. نستخدم بها عدة طرق، ممكن نستخدم الحرارة temperature، نستخدم درجة حرارة الغليان، نستخدم درجة حرارة فوق 100، نستخدم درجة حرارة تحت 100، وقلنا نستخدم عدة أجهزة للتعقيم حسب نوع المواد اللي موجودة. بعض المواد اللي موجودة، بعض الأدوات اللي موجودة نحتاج بيها إلى درجة حرارة 60 إلى 70 نعقم بها، بعض المواد نحتاج بها درجة حرارة 100، درجة حرارة غليان، وعندنا بعض المواد نحتاج بها إلى درجة حرارة فوق 100، وبهاي التقنية بهاي الطرق نستخدم عدة أجهزة، منها الوتر باث اللي نستخدم بها الأوفن، وأهم جهاز قلت لكم عليه، حكيت لكم عليه يوم الثلاثاء، انه جهاز الاوتو كليف. وقلنا جهاز الاوتو كليف يعتمد، مبدأ العمل مالته هو يعتمد على درجة الحرارة والضغط اللي وصفناه، مثل جدر الضغط اللي نستخدمه بالبيوت. هاي التقنية كلش مهمة للقضاء، لإزالة جميع أنواع الميكروبات والأحياء المجهرية المرضية، all pathogenic bacteria and virus, fungal وبقية الأحياء المجهرية اللي اليوم راح نكمل. طلاب المختبر اللي المختبر الثاني اللي هو أشكال البكتيريا و طريقة تشخيص البكتيريا، بما أنه المختبر مالتنا بكتيريولوجي. اليوم نتعرف على أشكال البكتيريا، شلون نشخص البكتيريا، بعض أنواع البكتيريا، أسماء البكتيريا. هاي كلش مهمة اللي أريده من حضراتكم أنه تركزون بي، حتى الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نشتغل عملي، نشتغل بإيدينا شلون نشخص البكتيريا، وشلون نعرف أنواع البكتيريا من خلال الشيب أو المورفولوجي أوف بكتيريا. طلاب الصوت دا يصير صدى، رجاء اللي تغلقوا المايك من يمكم. بلى حبيبي.
اي هس 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 تمام حبيبي، اوكي شكرا حبيبي، شكرا لك. بلي صباح الخير، هلا بابا. المحاضرة أسجلها، تمام هسه نسجل المحاضرة. مشكلة ما يظهر عندي الريكورد بالميت، راح أسجله على الـ FCC وبعدين نحاول أنه تمام. أوكي طلاب هسه نسجل، ماشي. فطلاب تعرفون أنه كل الكائنات الحية سواء كانت أحياء مجهرية أو غير أحياء مجهرية، نباتات، حيوانات، هي كل نوع من هذه الكائنات إلى شكل معين. كذلك البكتيريا، البكتيريا مو نوع واحد ولا شكل واحد، البكتيريا عدة أشكال. نقدر إحنا من خلال أشكال هاي البكتيريا نعرف نوع هاي البكتيريا. بعدين إن شاء الله المختبرات الجاية من نوصل لطرق التشخيص من ضمنها الجرام ستين اللي راح نعرف من خلالها البكتيريا الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وهاي ليش جرام بوزيتيف وليش جرام. بالي حبيبي، نعم رجع ناس الصوت. هسه 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 اوكي هسه اوكي اوكي تمام. مو راح اكلها للسماعة يعني. ماشي عيني. فقلنا أنه كل الكائنات الحية هي لها أشكال مختلفة، من خلال الشكل نقدر نميز نوع البكتيريا. بالنسبة للأحياء المجهرية، بالنسبة للبكتيريا أيضا لها أشكال متعددة، ومن خلال شكل البكتيريا نقدر يعني مبدئيا نعرف النوع هذا. هل هاي البكتيريا هل هي باثوجينك بكتيريا، هل هي بكتيريا مرضية أو بكتيريا غير مرضية؟ طبعا هذا الفيجر اللي تشوفوه أنه هاي مكونات البكتيريا، يعني احنا ما راح نحكي عليها لأن بالنظر راح يحكون عليها أساتذة النظري، لكن بشكل عام أنه احنا شلون نقدر نعرف هاي البكتيريا من خلال السيل وول، الشكل الخارجي، المورفولوجي للبكتيريا، الموضوع النيوكليك اسيد، النيوكليوتيد والرايبوسوم والبلازما، بلازميد او البلازما ممبرين اللي هو اندر سيل وول. هاي النظري راح يحكوا لكم اياه، احنا ما راح نتدخل بيه. طلاب اريدكم تركزون وياي انه احنا عندنا 3 انواع من او 3 اشكال من البكتيريا بصوره عامه، اريد تحفظوا لي اياهم كلش سهلات كلش بسيطات. اللي يركز وياي وفقط يراجعها بعد ما يحتاج. عندنا النوع الاول طلاب يسموه سفيريكال، سفيريكال اور كوكاي، سفيريكال اور كوكاي. يعني شنو؟ يعني البكتيريا الكروية، البكتيريا الكروية. وهسه نجي ناخذ بها انواع. النوع الثاني البكتيريا اللي هي تكون روت شيب، يكون او باسيلاي، اذا قلنا باسيلاي واذا قلنا روت شيب نفس الشيء نفس الشيء، يعني تكون شكل البكتيريا عصوي. والنوع الثاني النوع الثالث اللي هو الهيليكال اور سبايرال، اللي هو يكون حلزوني او متموج، هذا النوع الثالث. تمام طلاب اعيدهم شباب، عندنا النوع الاول اللي هو سفيريكال كوكاي، النوع الثاني الروت شيب اللي هو عصوي او الباسيلاي، وعندنا الهيليكال او السبايرال اللي يكون حلزون نفس السبايرال اللي يسووه لبعض الدفاتر او هيك، يعني تكون حلزونيه هيك تصير الشكل مالتها. طلاب بالنسبه للنوع الاول السفيريكال او الكوكاي، هاي البكتيريا تكون على ايضا عده اشكال، يعني نحكي على البكتيريا الكرويه بها عده انواع.
النوع الأول أنه تكون أحيانا single، تكون خلية بكتيرية واحدة one cell of bacteria، or pairs تكون شنو pairs يعني مزدوجة، أو تكون tetrads يعني تكون شنو ثلاثية، تجي ثلاثة يعني طلاب، إما يكون خليتين بكتيريا كروية واحدة ملتصقة بالثانية، أو تكون ثلاثة، أو تكون عبارة عن سلسلة chain يسموه chain. عادة هاي البكتيريا البعض مالتها البعض بعض هاي البكتيريا يكون irregular يعني على شكل ماس، تكون غير منتظمة. إذا هسه كم نوع صار عندنا؟ إما تكون single تكون خلية واحدة، أو تكون pairs تكون مزدوجة. يعني من أقول لك اذكر لي نوع من أنواع البكتيريا تكون pairs أو تكون single أو تكون tetrad أو تكون chain، أو اذكر لي نوع من أنواع البكتيريا يكون irregular على شكل ماس كتلة يعني مجموعة خلايا ملتصقة يعني غير منتظمة. عندنا ثلاث أنواع خلينا لكم ذن تركزون عليهم. إذا كانت البكتيريا كلاستر أو irregular أور ماس، إحنا كاتبين هنا إحنا كاتبين لكم كلاستر بكتيريا الستافيلوكوكس أريس اللي هي داخل المربع الأول تحت العنوان ستافيلوكوكس أريس، ستافيلوكوكس أريس هاي تكون كلاستر، تكون غير منتظمة irregular، تكون على شكل ماس. هسه إذا صار عندنا النوع الأول من البكتيريا اللي هو غير منتظم اللي يكون على شكل تجمعات تكون شكلها كروي، إذا عندنا صارت مواصفات شباب. المواصفات البكتيريا كروية غير منتظمة التجمع، اللي فاتح المايك رجاء أن يسده لأن ما جاي يرجع عليه الصوت. النوع الأول اللي هو كلاستر يعني غير منتظم irregular، يكون ماس، لأن المصطلحات كلهن نفس ينطي نفس المعنى اللي هي يا بكتيريا ستافيلو كوكس أريس. طبعا راح بالمختبر إن شاء الله من اشتغل عملية راح أيضا أعيد لكم يا بشكل سريع بشكل سريع، لكن أريدكم قاري تجوني لأن يعني احتمال نسوي كويز احتمال يعني. فش عندنا طلاب؟ الأول أرجع وأقول ستافيلوكوكس أريس إن كلاستر تكون شكلها يعني تجمع، يكون شكلها غير منتظم، ولكن من نقول غير منتظم يعني غير منتظمة التجمع، يعني ما تكون مزدوجة، ما تكون على شكل سلسلة، لا تكون فتشي متكوم يعني متجمع يعني غير منتظم، غير شكلها غير منتظم، ولكن الخلية تكون هي كوكاي spherical or cocci. زين النوع الثاني اللي هو streptococcus، اذا هناش عندنا staphylococcus الاول، الثاني streptococcus pyogenes. streptococcus pyogenes شو تكون هاي؟ هاي تكون in chain، تكون هاي على شكل سلسله على شكل زنجيل، هاي ايضا كرويه، ايضا هي سبيريكال، ايضا هي كوكاي. اذا طلاب لازم احنا نميز بين نوعين من البكتيريا صاروا عندنا، صار عندنا واحد اسمه ستافيلوكوكس أريس وواحد صار عندنا ستريبتوكوكس بايوجينز، واحد يكون كلستر وواحد يكون تشين، واحد يكون سلسله وواحد يكون كروي. النوع الثالث اللي هو ستريبتوكوكس نيمونيا، البي سايلنت ما يلفظ هنا، ستريبتوكوكس نيموني نيمونيا، هاي شو تكون؟ هاي تكون هنا مزدوجة يعني باكر من نجي نفحص اندر لايت ميكروسكوب راح نشوف عدد من الخلايا البكتيرية، بمجرد اني اركز على الشكل اذا كانت البكتيريا كروية اول شيء اركز بشكل عام هاي شنو نوع البكتيريا؟ هاي كروية، اذا هاي كوكاي، اذا هاي سفيريكال. زين زين هاي انا عندي بها ثلاث انواع ياهو بيهم. إذا كانت أشوف البكتيريا، إذا كانت البكتيريا متجمعة أقول هاي ستافيلوكوكس أريس، إذا كانت البكتيريا على شكل زنجيل على شكل شريط صايرة كرات ملتصقة بشكل
مستقيم او حتى لو مو مستقيم بس على شكل سلسله، اقول هاي ستريبتوكوكس بايوجين. اذا كانت لا اشوفها ازواج ملتصقه مثل ما تشوفون بالفيجر اللي امامكم، اقول هاي ستريبتوكوكس نيمونيا، ستريبتوكوكس نيمونيا. اوكي، النوع الثاني اللي هو الروت شيب، روت يعني عصا من الاسم مالته، البكتيريا العصويه اللي تكون هي باسيلاي نقول، او شو نقول عليها مره، نقول روت او نقول باسيلاي، نفس الشيء. هاي البكتيريا طلاب، بعض انواع البكتيريا العصويه تكون متحركه باي فلاجيل، تكون عندها اصوات، والبعض من يمها هو نون موتايل غير متحركه. عندنا بها نوعين ايضا، عندنا بها النوع الاول اللي هو الباسيلس ساتلس، باسيلس ساتلس، البي هنا سايلنت مثل فض، مو سبتالس، لا باسيلس ساتلس. هاي البكتيريا تكون حاوية على أصوات، هاي البكتيريا تكون موتايل متحركة. النوع الثاني اللي هو الإشريشيا كولاي وسامعين به، أو يسموها الإيكولاي، هاي البكتيريا أيضا معوية وأحيانا سبب لنا دياريا. طبعا الستاف والسترب يسبب لنا التهاب اللوزتين وأحيانا التهاب المجاري البولية، تكون باليورينري تراكت او تكون بالماوث والسبب ان التهاب اللوزتين. الباسيلس والاشريشيا كولاي، هاي الانواع من البكتيريا اللي تكون عصويه، هاي البكتيريا عاده معويه، يعني احنا دائما هي مو 100%، ولكن في اغلب الاحيان البكتيريا العصويه تكون معويه تصيب لنا الامعاء. اما بالنسبه للبكتيريا الكرويه في أغلب الأحيان تسبب لنا التهاب اللوزتين والتهاب المجاري البولية. زين، هسه طلاب صار عندنا نوع أول من البكتيريا اللي هو الكوكاي كروية وبها ثلاث أنواع، وصار عندنا النوع الثاني الروت شيب العصوية، وهاي تكون على شكل عصيات أو نسميها باسيلاي روت شيب، وهاي تكون إما موتايل أور نون موتايل، تكون متحركة أو غير متحركة. إذا أقول لك انطيني اسم بكتيريا عصوية متحركة راح تقول لي باسيلس ساتلس، إذا قلت لك انطيني بكتيريا نون موتايل باسيلاي أو روت شيب راح تقول لي الإشريشيا كولاي أو يسموها الإي كولاي، عادة مختصر الإشريشيا يختصروها بحرف الإي، لكن من تجي تكتب لي أنت تكتب لي إي كولاي. طلاب هنا اكو نقطة كلش مهمة راح ان شاء الله بالمختبر نقول لكم بها، هي كتابة الاسم العلمي. الاسم العلمي دائما يكون اما ايتاليك بشكل مائل مثل ما تشوفون احنا كاتبيه، لكن انت من تجاوب لي تكتبه، ما تكتب لي مختصر، ما تكتب لي ايكولاي، لا اريد تكتب لي اشريشيا كولاي، اشريشيا كولي، وتخلي جو الاشريشيا خط وجو الكولي خط. طلاب تركزون، الخط اذا ما خليته الاجابه خطا، فقط اجر خط مو خط واحد. هذا اسم علمي يتكون من جزئين، من جينس وسبيشيز، فاللي اريده من عندك تخلي جو الجينس تخلي خط، وتخلي جو السبيشيز خط ثاني. تمام طلاب؟ يعني مثلا اذا نرجع راح تشوفون عندنا مثلا الستريبتو، تشوفون هنا ستريبتو كوكس بايوجينز وهنا ستريبتو كوكس نيمونيا، اذا عندنا هنا نفس البكتيريا هي الستريبتو بس ايش بيها، بيها سبيشيزات اخرى بعد، يعني عندنا نوعين، ولهذا احنا حتى نميزها نخلي خط جوا الجينس وخط جوا السبيشيز. هذا كلش مهم وتنسوا. تمام شباب؟ النوع الثالث اللي هو الهيليكال اند كيرف بكتيريا، هاي البكتيريا عادة تكون طلاب
يعني بيها قريبة على شكل الهلال، زين تكون هلالية، يعني تكون بيها هيك مثل التقوس يسموها هيليكال، وهاي بيها عندنا نوع واحد، اما احيانا يسموها سبايروشيتس او سبايريلام. هاي الاسماء اريدكم تحفظوها، يعني من اقول لك انطيني اسم بكتيريا سبايريلام، او اقول لك سبايروشيتس زين، او اقول لك بكتيريا هيليكال او كيرف بكتيريا زين. طبعا هي ايضا من انواع الروت هاي البكتيريا، هي زين هم تكون عصوية، ولكن عصوية تكون هلالية. هاي عندنا احنا منطيكم مثال واحد عليها اللي هي الفيبريوس، اللي منطينكم الفيبريو كوليرا، هاي البكتيريا اللي تسبب لنا الكوليرا، وايضا بما انه بكتيريا عصوية اذا هي تصيب الامعاء تسبب لنا دياريا، وهاي البكتيريا جدا خطرة، من اخطر انواع البكتيريا، يعني very very pathogenic bacteria، كلش مرضية زين، وكلكم تعرفوها، انتو كلكم تعرفوها الكوليرا. تمام طلاب؟ اذا صار عندنا كوكاي بكتيريا او سفيريكال، وعندنا روت شيب او باسيلاي، وعندنا هيليكال او كيرف بكتيريا، ذن الثلاثة وانطينا على كل واحد مثال. تمام شباب؟ لحد هنا ان شاء الله واضح. هاي الاشكال ماخذيها هذا الفيجر، تشوفون انه الكوكاي تشوفونها كروية، مرة تجي كرة واحدة مفردة سنجل، مرة تكون مزدوجة، مرة تكون تشينج او بيرس، واحيانا تكون كلاستر الاخير، تكون تجمعات. يعني انت من تباع باللايت ميكروسكوب تشوف الاندر لايت اللي هو السلايد راح نخليه، راح تشوف اشكال البكتيريا، راح تعرف انه اكو بكتيريا كرويه، راح تعرف انه هاي الكرويه بيها 3 انواع، راح تشوف بكتيريا باسيلاي عصويه، راح تشوف بيها ايضا نوعين او 3، اما تكون ايضا بيها بيرس يجي مزدوج، وايضا يجي بيها تشين، وايضا يجي بيها بس ما يجي بيها تجمعات، ما تكون ملتصقه، تتجمع بس ما تلتصق. هاي راح تشوف بيها موتايل وتشوف بيها نون موتايل، تشوف بيها بكتيريا متحركه وتشوف بكتيريا غير متحركه، شلون نميزها متحركه وغير متحركه؟ من خلال وجود الفلاجل الاصوات. ايضا راح نشوف السبايروشيت، البكتيريا اللي تكون على شكل حرف، مو حرف يو، وانما بيها تقوس، او بيها على شكل يصير هيك تحدب حسب موقع البكتيريا. زين، من خلال بعد ما تعرفنا على مبدئيا على اشكال البكتيريا وبعض انواع البكتيريا، راح نجي شلون نحضر السلايد، شلون نقدر نشوف هاي البكتيريا. طبعا لازم نحضر سلايد، شفتوا السلايد اللي الطلاب اللي اجوني يوم الثلاثاء، شوفتهم السلايد الزجاجي، يكون مستطيل زجاجي شفاف كلير، يكون نظيف، ما بي شيء، ما بي يعني بيتس، او ما يكون بي تراب، او هذا كلش مهم حتى ما تظهر عندنا هاي الشوائب اندر لايت ميكروسكوب. طبعا بالمستقبل ان شاء الله راح ناخذ شلون نزرع البكتيريا، راح نعلمكم على الكالتشر، كالتشر ميديا، لكن احنا هنا بشكل عام جايبين بكتيريا جاهزه، بكتيريا حيه. هذا الاسبوع تعرفنا على الادوات المستخدمه، قلنا عندنا سلايد وعندنا كفر سليب اللي يكون فوق السلايد، يكون على شكل مربع صغير، وعندنا اللوب، قلنا هذا اللوب كلش مهم، وقلنا طريقة تعقيم اللوب. زين، هسه صار عندنا بكتيريا وعندنا سلايد وعندنا كفر سليب وعندنا لوب وعندنا ميكروسكوب، صار عندنا 4 مواد، سلايد، كفر سليب، بكتيريا،
وميكروسكوب ولوب، خمس مواد. حتى شو نسوي؟ نسوي سمير بريبريشن. بعد السمير بريبريشن نسوي له سمبل ستين. هسه نحكي شلون انا احضر السمير باللاب. طبعا ما ننسى اكو شغله قلت لكم بيها، قبل لا نبدي نعقم المكان مالتنا ونشغل البيرنر، نشعل الشعله مالتنا تكون يمنا حتى تحقق لنا فد محيط استريلايز حتى ما يصير عندنا كونتام، حتى ما زين. اكيد لابسين الماسك مالتنا. ليش نلبس الماسك؟ لان اذا ما لابسين الماسك ممكن انه احنا تظهر عندنا انواع اخرى من البكتيريا. هاي البكتيريا مو هي اللي احنا نريد نزرعها، لا، لان تعرفون انه من خلال عملية التنفس ممكن نتنفس احنا، ممكن واحد يحكي كلمة راح البكتيريا تخرج من خلال النفس او الرذاذ، راح تجي بالباتري ديش وراح تظهر عندنا سلالات وانواع من البكتيريا هي غير البكتيريا اللي نريد نزرعها. ولهذا دائما لابسين ماسك كلوفز ونعقم ونبدي الخطوة الأولى. شنو الخطوة الأولى؟ ناخذ سلايد نلزمه زين من أحد الحافات، نلزمه من الحافات الخارجية، نجي باللوب ناخذ one drop of distal water. عندنا دروبر قلت لكم ناخذ بي أو ناخذ full loop باللوب. طبعا اللوب قبل لا ناخذ شنو نسوي؟ نعقمه بالبيرنر، ونجي ناخذ قطره مع المي نخليها على السلايد قطره، او ناخذ بالدروبر وان دروب فروم ديستل ووتر. بعد ما خلينا ديستل ووتر، طلاب يمكن اكو طلاب دي يكتبوا لي، لان انا ما اقدر افتح الاف سي سي واباوع على الشات، انا جاي احكي. اللي عنده سؤال بعد ما نكمل نفتح المحادثة ويسأل وأرجع أعيد له. تمام طلاب، أخذنا قطرة من الديستل ووتر من المي خليناها على السلايد، وإجينا رجعنا عقمنا اللوب وأخذنا وان لوب منين؟ من البكتيريا. إذا كان شنو؟ إذا كان زارعيها على سولد ميديا، على باتري ديش. هسه أشوفكم، ناخذ بكتيريا نجي نخليها فوق قطرة المي، ونجي نوزعها نسوي لها سبريت، ننشرها بشكل دائرة، على شكل دائرة هذا الشكل اللي تشوفون. ناخذ بالبداية قطرة مي خليناها على السلايد، وأخذنا وان لوب من البكتيريا. طبعا نعقم بعد قبل وبعد كل مرحلة، ونجي نسوي لها سبريت نوزعها. بعد ما وزعناها يعني مو ننشرها على كل السلايد طول بعرض، لا، على شكل دائرة نوزعها، لكن ما نخليه يصير very thick. ليش؟ راح ما نعرف نوع البكتيريا. ما ناخذ هواية بكتيريا طلاب، ناخذ كلش قليل، يعني كلش قليل ناخذ باللوب، بحيث أنه من نوزعها ما تصير يعني مبينة اللون مالته كريمي أو يصير أبيض. لا، نحاول انه ان شاء الله بالعمل من راح نشتغل بايدينا حتشوفون التجربه تكون اوضح من الحكي. نجي عندنا البيرنر مالتنا، المرحله الاخيره من السمير بريبريشن، نجي اللي هي دا تشوفون هنا اخر خطوه بالفيجر، اكو شعله البيرنر. نجي ما نخليها على البيرنر، هسه مخليها الصوره يعني كصوره ثابته، ولكن بالاصل احنا ما نثبتها فوق البيرنر. نجي نمررها على الشعلة 3 إلى 4 مرات. شلون نمررها؟ يعني نمررها على السريع، بس نمشيها من فوقه زين، ما نخليها ثابتة. إذا خليناها ثابتة راح يصير ديناتشوريشن للبروتين اللي وين موجود بالسيل ولا البكتيريا. من يصيرنا ديناتشوريشن راح البكتيريا ما نعرف الشيب مالتها، راح تتلف عندنا البكتيريا. تمام طلاب، ما راح نميز المورفولوجي مالتها، احنا هنا نحتاج فقط نسوي لها فيكسيشن، مرحله الفيكسيشن المرحله الثالثه اي التثبيت، نجي نثبتها على السلايد. تمام طلاب لحد الان؟ اوكي.
هاي المرحلة الأخيرة من السمير preparation. أكو واحد عنده سؤال طلاب لهنا؟ أكو واحد عنده سؤال؟ بالنسبة لل اللي على الميت، اللي عنده سؤال يقدر يسأل، حتى أفتح الصوت للي على الـ FCC بعدهم. اللي على الميت عندكم سؤال؟ ماكو أي سؤال؟ زين. طلاب اللي على الـ FCC، طلاب على الـ FCC عندكم سؤال؟ طلاب على الـ FCC اكو شيء ما واضح لحد الان حتى نعبر للمرحله الاخرى؟ تمام اوكي. اذا الرول السمبل ستين، اذا هذا البروسيجر موجود عندكم، حتشوفوا حنزل لكم اياه، انا حكيت لكم اياه بشكل عام. زين عندنا طلاب الستينينج او تايب اوف ستينينج تكنيك، احنا لحد الان نقدر نشوف البكتيريا اندر لايت ميكروسكوب؟ لا ما نقدر، احنا سوينا مرحله اولى. هاي المرحله في كل خطوات الدايجنوسيس للبكتيريا لازم نسوي ذن الخطوات الثلاثه الاولى، اللي هي ناخذ قطره ماي نخليها على السلايد، وناخذ بعدين بكتيريا باللوب ونسوي لها سبريت نوزعها، وبعدين نجي على البيرنر على الشعله نمررها ثلاث مرات او اربعه نسوي لها فيكسيشن. اذا هاي المرحله الاولى من تثبيت البكتيريا، ثبتنا البكتيريا، اذا احنا هسه ضمننا اكو بكتيريا ثابته على السلايد. بعدين المرحله الثانيه احنا نريد نشوفها، هاي البكتيريا لازم نصبغها، عندنا عده صبغات دايس حتى نعرف هاي البكتيريا. شلون نصبغ البكتيريا طلاب؟ كم مرحلة عندنا؟ إما نسوي لها identification، عندنا طبعا طلاب عندنا عدة صبغات، عندنا simplistian هي الصبغة simplistian يعني صبغة واحدة نستخدم، وعندنا gramstian، وعندنا acid faststian، وعندنا sporstian، وعندنا capsulistian. ذن ناخذهم بالمستقبل، لكن احنا مبدئيا ناخذ السمبل ستين. وعندنا الديفرنشيال ستين، انه هاي الصبغه التفريقيه حتى نقدر من خلالها نعرف نصبغ حتى نعرف نوع البكتيريا، لان احنا نعرف اي كل بكتيريا يا لون تاخذ. هسه راح تشوفوها اكو بكتيريا تتصبغ اكو بكتيريا ما تتصبغ. زين اذا سوينا نريد نسوي ايدنتيفيكيشن للبكتيريا، اذا هي الجرامستين والاسيد فاست. طبعا احنا حكينا باليوم الثلاثاء، انا ما اعرف اكو طلاب ما اخذوا مختبرات يوم الاثنين، فان شاء الله الاسبوع الجاي راح ياخذون الاشياء اللي فاتتهم. اكو بكتيريا تكون لنا سبورات، قلنا السبورات يعني الابواب، هاي السبورات تكون مقاومه للظروف البيئيه غير الملائمه للبكتيريا، مثلا example مثلا درجة حرارة temperature، مثلا البرودة، مثلا antibiotic، هاي كلها يبقى يقاومة، هاي البكتيريا تقاوم تكون سبورستين. هذا السبور يكون حاوي على ال DNA or RNA يعني يحتوي على المادة الوراثية للبكتيريا. تمام طلاب؟ إذا عندنا أنواع الستيننج والتكنيك مالتها. احنا اليوم نكتفي فقط بالسمبل ستين. السمبل ستين طلاب نفس مراحل السمير، سمير بريبريشن اللي قلنا هو ثلاث خطوات، اخذنا قطره مي خليناها على السلايد، واخذنا بكتيريا وسوينا لها سيبريت، وجينا سوينا لها فيكسيشن على البيرنر على الشعله. نضيف لها خطوة أخيرة، أنه نستخدم واحد من ذن الصبغات الثلاث اللي موجودات بهذا السلايد. دشوفوه، عندنا الصبغة الأولى اللي هي كريستال فايليت، اللي إذا خليناها بالدروبر قطرات من عندها نخليه من الكريستال فايليت،
اللي تشوفون حسب اللون اللي موجود. الكريستال فايوليت يكون لونها بنفسجي، هذا اللون مالته. ايش قد المده نريد نخليها على الـ على الـ على السلايد، يعني على الـ على الـ السمير، يعني على على البكتيريا اللي سوينا لها سيبريت، نخلي قطرات من الكريستال فايوليت لمده من 20 30 سكند، من 20 30 ثانيه. زين، او نستخدم الميثيلين بلو، صبغه الميثيلين بلو، وهاي يكون اللون مالتها بلو من اسمها، لمده 60 ثانيه، وبعدين نسوي لها ووش بالتاب ووتر. شفتوه طلاب اللي حضروا وياي، ايضا نسوي لها يعني شطف غسل بالتاب ووتر، خليها بشكل مائل سلوب، ونجي نغسلها. وعندنا الصبغه، او نستخدم صبغه الكاربول فوكسين، كاربول فوكسين، وهاي من 5 الى 10 ثواني، هاي تصبغ لنا البكتيريا بيا لون الريت، لون الاحمر. اذا نستخدم كل الصبغات بالسمبلستين؟ لا، نستخدم واحده من هاي الصبغات. تمام طلاب، لحد الان واضح كل شيء؟ هذا عندنا الفيجر يوضح لنا العمليه الكاينتيك او الميكانيزم لطريقه الرياكشن بتوين سيل وول اند دايس. عاده طلاب، عاده جدار البكتيريا بالسيل وول، الاوت سيل وول او الاوت ممبرين للبكتيريا، هاف شحنات. زين، اما تكون كاتيون او انيون، احنا نقول كاتيون سالبه. طلاب صوتكم، شباب صوتكم. جدار البكتيريا يكون حاوي على شحنات سالبه، شنو؟ نيجاتيف شارج مالته، نيجاتيف سالبه. الصبغه شو تكون؟ الصبغه تكون حتى يصير عندنا رياكشن بتوين دايز اند ممبرين او اور اوت ممبرين، حتى نشوف المورفولوجي الجدار الخارجي البكتيريا، حتى نعرف الشكل مالتها، هي كرويه، عصويه، اسفيريكال، هيليكال، كوكاي، وما شابه ذلك. من تكون شحنتين مختلفه راح يصير بيناتهم تجاذب، راح يعكس لنا اللون. تمام شباب. واخيرا عندنا، اذا كان عندنا طلاب، اذا كان عندنا المحيط اللي منمين به البكتيريا او زارعين به البكتيريا، يا بخلي غدير على صفحه وركزوا وياي طلاب. اذا كان عندنا، هاي هي الخطوات للسمير والسمبلستين، عندنا ليكويد ميديا محلول، يكون البكتيريا بمحلول، وعندنا او مكتوب اور سولد ميديا، بكتيريا خاليها. طلاب صوتكم، طلاب ليش تحجون؟ رجاء الصوت. طلاب رجاء الصوت، اشوف من اللي يحكي يظهر عندي وانقصه درجه، اقسم بالله يكون ناقص درجه. تمام طلاب، هذا عندنا السلايد الاخير اللي هو السولد ميديا، وعندنا ليكويد ميديا. اذا كان ليكويد ميديا ناخذ اما وان دروب بالدروبر او فول لوب، وبعدين نسوي له فيكسيشن بعد ما نسوي له ميكس زين او سيبريت. واذا كان سولد ميديا ناخذ قليل باللوب، وايضا نخليه على قطره المي ونسوي له ميكس ونسوي له سيبريت ونسوي له فيكسيشن. اوكي طلاب، لحد الان طلاب اي واحد عنده سؤال؟ مختبرنا خلص لهذا اليوم. اي واحد عنده سؤال خليه يتفضل، اللي موجودين على الميت.
بعدين نسأل اللي على الـ FCC. اللي على الميت اكو واحد عنده سؤال؟ ماكو. نعم دكتور. بلي تفضلي. دكتور ورا ما نحط الصبغة نرجع بلي. نغسل ال اي نعم، بعد ما نخلي الصبغة، قلنا ذن الصبغات ايش قد وقت مالتهم؟ الكريستال فايليت من 20 30 ثانية لازم نباوع احنا. بعد تايمر عندنا. وراها نسوي نشطفها، نغسل بديستل ووتر بمي. وننشفه فلتر بيبر، ننشف السلايد ونفحص اندر لايت ميكروسكوب. اذا استخدمنا الميثيلين بلو 60 ثانيه ايضا نشطف ونجفف السلايد. هذا التكنيك نعلمكم اياه بالمختبر. واذا استخدمنا الكاربول فوكسين 15 10 الى 15 ثانيه او 5 الى 10 ثواني. طلاب اكو واحد عنده سؤال على الميت؟ اللي على الميت الطلاب الموجودين. عفوا دكتور، بلي. دكتور احنا الاثنين الفات كان عطلة وما خذينا المختبر الأول، ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله حنعيد لكم المختبر.